المدرسه ده هي تيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريق، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بنت، عدي يا بنت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. يا دي الخيبة، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك، هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ عليه العوض. أنت مالك متأثر بكلامي كده؟ أصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من غضب الله، ماسكينهم في شقة دول ولا إيه؟ طب ما يغطوهم بملاية لحد البوكس. يا أستاذ رمضان، دول عندهم حصة سويمنج. حصة إيه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والنصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا، اقعد انت يا بت، اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت هذا بشعر معفن انت، تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا قيام، تنفخ ليه يا رحمامة؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. اياك تفتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اخي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزهم ترزهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصيحه، انبسط. امانه عليك وانت قاعد في البيت، يبقى هات سيره المستشفيات الحكوميه اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. اوكي اوكي، انا بشعك منك هذا اللي يتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري، وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا بنت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير، وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. امي كانت حامل في شهر رابع، فهو مش عايز يلعب يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا، فقالت خلاص نسميه وائل، فاما تقول لا امير ودي تقول وائل. بعد اسكت، بقول لك ما هو بعد بقول لك اسكت. اني مالي اني مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودا طينه معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام ده مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، إنجز، عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلتي، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مكنش. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي؟ اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه، كنتوا فين؟ تيجي ايزي، شي هاد بويفرند بروبلمز سو اي كانت جست ورت اوت. هير بويفرندز ا بيت اوف ان ايديوت يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هيم سو وات واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص خلاص خلاص، اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى غوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقه اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو، هي
كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هاتي الكتاب ده. ايه بس رنا سقط. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عملت حد في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتون انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسويح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياه النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسويح، البنت بنتي طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي. مضاف اليه مرفوع بالضمه؟ في شارع مين دي يا ابن عبد حميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عيني وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي انا. عظيم بيمين ابدا، لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخليه يا عم طه؟ لا 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 ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. هو المضاف اليه دي ابن اختي. انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك. مع سعادتك. اكيد يا فندم. هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم. مع الوزير. يا باشا ازاي معاليك؟ الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا لا هو ولا حد في المدرسه. هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله يرفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها ده هي اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المرايه تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مرايه، هو يا دوب شويه شعر معفن يطلع له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقره، وابوه قاعد مش لازمه يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. اهدي. هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ صورة فضيحة؟ لا نجلة. لا مش نجلة، نجلة فضيحة. دي نجلة يا أستاذ. بقول لك فضيحي. أنت ما تعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحي؟ لا فضيحة. أدي قلتها. يبقى أنت إيه؟ بتجيب صورة فضيحة في الفصل. آه. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لأ؟ أستاهل. ويبقى أنت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. إيه؟ شهاب كمان معاه صورة. إيه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت مالك؟ معاك صورة ولا انا بكدب؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت معاك صورة؟ اهزي بقى! اهزي بقى! اهزي! اهزي! اخلص يا عرب! تعال هنا! انا واخد امر ان انا ربيك! عرفت! فين الصورة اللي معاك؟ فريني! فريني! واصغر حتى ما هي بقى! انت تشوف دي عاملة ازاي؟ يا نهاركم اسود! هي هي الولية! بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية! الله الله الله! الله الله! هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل، مالكش دعوه بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت، ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي. هي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح نفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني. معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ انت عليك التسبيل. اترمي هنا، اترمي وزيري تحت الملايه. ده انت نهار ابوك اسود.
لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري. العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهال إيه؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. وإحنا نحتفل بها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير سيني؟ هي أمريكا حشرة نفسها في كل حاجة كده، حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوه يا ست، أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. ودي الأستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعه. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت. أظن الجملة واضحة، على انفراد يا أستاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد. يلا يلا السلام. سوري. لا ولا يهمك. السلام، ده بان عليه يطلع صدغ. تفضلي تفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب باباه ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني واغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها ميرسي في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه. واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي ينهر اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما دي اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. ارجوك. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحدة ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمة قوي. الدنيا اتقلبت أول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ رمضان؟ أيوة فندم. أنا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا أم شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. أيوة أيوة، وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع أغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حتة. صح؟ وأبوه في دبي كمان. لا لا بابا مش في دبي. يا صاحي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي إن شاء الله. وأنت إيه اللي عرفك يا أستاذ رمضان؟ يا هانم، أنت جالي دلوقتي عشان أنقذ ابنك من المطربة اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريق. بسم الله. سكت شعب وسعود. ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه 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 ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ جراد انت هتشوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا، روح هات ميه. الف هنيه. ده بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب هنعمل ايه في الولد يا رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا نيل